السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في استوديو المهندس. لو أنت هتشتري سيارة مستعملة يبقى لازم يكون عندك جهاز فحص زي ده، أو حتى لو كمان عايز تفحص الدهان بتاع سيارتك تشوف إذا كانت اتأثر من العوامل الجوية، اتأثر من الشمس، اتأثر من التلميع، لازم يكون عندك برضو جهاز زي ده. ده جهاز بيقيس تخانة البوية، بيبين لك إذا كانت هي بوية شركتها ولا رشة ولا مسمكرة، وبيجي معاه الجهاز، بيجي معاه مجموعة البليت اللي احنا شايفينها ديت اللي هي البلاستيك مع البليت المعدن اللي هي الألومنيوم والكتالوج والجهاز نفسه. طب كده حماية بلاستيك، سيبها لو انت حابب تشيلها شيلها براحتك، وما بيجيش معاه بطاريات، بتركب له بطاريتين قلم، وهنشوف دلوقتي ازاي نستخدمه، وكمان هنجربه على اكتر من سيارة، هيبين لنا هو الكفاءة بتاعته كويسة ولا لا، لان ده من الاجهزة الرخيصة. طبعا في اجهزة بتبقى بتوصل 20 ضعف تمن دوت، لكن انا اخترت ده مخصوص عشان اشوف كفاءته هيبقى كويسة ولا لا بالنسبة لسعره. طبعا بيجي منه الشاشة بالعرض وشاشة منه بالطول زي ما احنا شايفين كده، نوعين. انا اخترت الشاشة اللي هي تكون الكتابة فيها بطول الشاشة نفسها. اول حاجة بنعمل له معايرة، ركزوا معايا في الخطوات، سهلة جدا. اضغط على الزر اللي انا بضغط عليه حاليا لحد ما يظهر علامة زيرو كول او كلمة زيرو كول. قيس البليت اللي هي معاك اللي هي الالومنيوم، هيديك طبعا صفر. قفل الجهاز، افتحه مرة تانية بس اضغط على الزرارين اللي انا هضغط عليهم دلوقتي، زرار ده زرار الباور، وخليك متك على ده لحد ما تسمع صوت، وهيظهر معاك طبعا كلمة كول. طلب منك انك تحط البليت 0.5. هتقيسها هيقول لك حط البوينت 1. كمل بقى من بوينت 1 لحد ما توصل لرقم 2 بنفس العملية. أول ما هتخلص رقم 2 هتلاقيه قفل لوحده. كده المعايرة تمت وجاهز على الاستخدام. قبل ما ندخل للجزء العملي، اللي حابب يدخل يشوف مواصفات أكتر عن الجهاز أو إن هو يشتريه هيلاقي الرابط أسفل الفيديو. طيب هو الرقم يا جماعة ال 124 دوت، ده اللي هو بالمايكرون، وده يعني ان البويه ديت بويه بلدها، الجزئيه دي تحديدا بويه بلدها. طيب تعالوا نشوف السقف كده، 107 اقل شويه لان هو متعرض لشمس كتير، بس هو لازال برضو في نطاق كويس مش وحش يعني. تعالوا نكمل، ننزل بقى على الايه، ننزل على الجزئيه دي 261. هنا حصل رش، الجزء ده حصل فيه رش لكن مش سمكره، رش بدون سمكار. تعال نشوف الكبوت 260، نفس الكلام برضو مرشوش ولكن مش متسمكر. طيب تعال نشوف الباب هنا 233، برضو مرشوش فقط. طيب هل ينفع ان احنا نفحص بيه الاكسدام بتاع العربية؟ لا ما ينفعش، لازم يكون الحاجة اصلا في الاساس معدن مرشوش، اما ده بلاستيك مرشوش عمره ما هيشتغل هنا. تمام، تعالوا نشوف هنا بقى، هنا حاجة مهمة جدا، يعني شايفين هنا في ثلاث ألوان يا جماعة، هنا في لون، هنا في لون فاتح ومتشال من عليه اللكر، وهنا لون غامق متشال من عليه اللكر، وهنا اللون اللي عليه اللكر ولون غامق. تعالوا نقيس هنا مثلا بيطلع لنا كام؟ 132، ده الحاجة الطبيعية اللي هو السمكة الطبيعية مفيش فيها أي إشكال. تعالوا نشوف بقى الأغمق منه الغامق سنة اللي هو الوسط ده، يطلع 124. تعالوا شوفوا بقى ده كام؟ 111، بيطلع هنا 111. 111، تعالوا مثلا نشوف العربية ديت، نلاقي إن الرقم بتاعها بيطلع
شايفين الرقم هنا كام يا جماعة؟ 563. دي من سمكرة وش، شايفين السمكرة اهي، السمكرة اهي في الحتة دي. تعالوا شوف السمكة تطلع كام، 676. هنا مثلا كام، 400 اهو، في اجزاء 800، لان طبعا اللي ماشي بسكينة المعجون ده ما هوش عارف هيطلع ايه. مثلا تعالوا شوفوا مثلا هنا تطلع كام، تطلع 716. فطبعا هي العربية تقريبا كلها مسمكرة، لان هي عربية ايه، عربية قديمة. تعالوا مثلا نشوف العربية ديت واختلاف الالوان، هنا في الوان اختلفت، شوفوا هنا ادى ايه، ادى 145، فهنا ما فيش فيه مشكلة. لكن تعالوا نشوف هنا، بصوا الاختلاف الالوان دي اكيد حاصل ان هو اللاكر بايظ، بس هل في رش ولا لا؟ تعالوا نشوف هنا، اكيد اكيد في رش. تعالوا هنا مثلا الباب ده، تعالوا نشوف مثلا الباب ده، اوف يا نهار ابيض، دي كارثه دي، ده يعني سمكره ومتينه جدا جدا. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم. والارقام اللي احنا بنقولها دي يا جماعه يعني هي في الاغلب بتبقى في معظم السيارات، ولكن في بعض الشركات بيبقى ليها سماكه الدهان بتاعها بيبقى مختلف شويه، ولكن يعني في معظم السيارات لو كان الرقم في حدود ال 150 مايكرون اقل شويه او اكثر حاجه بسيطه بيبقى ديت بويه شركتها. لو زاد عن كده وصل لحد اقل من ال 300 بيبقى في الاغلب ده مرشوش. اما لو وصل بقى من الارقام اللي هي من 300 زي ما احنا شفنا بقى الارقام اللي وصلت ل 800 و1000 وشويه، ده اكيد في سمكره. الحاجات ديت هي ارشاديه، والناس اللي عندها خبره في الموضوع دوت برضو يا ريت يشاركونا بتعليقاتهم في الفيديو علشان الموضوع ايه، الناس كلها تستفيد. نشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.